بتكتب اينو راح اينو جه اينو اتباع اينو اعاره اينو. الناس دي بتكتب بناء على ايه؟ انا مش فاهم، ما اعرفش. وبعدين انا عايز اقول حاجه للناس اللي يعني الناس اللي بتكتب، يعني برضو لازم قبل ما تكتب لازم تبقى واخد يعني مصداقيه، عشان الراجل اللي بيقرا او الراجل اللي بيشتري لك جورنال ده لازم يكون واثق فيك، والا انا مش هشتري الجورنال. اينو انا فاضل لي راجل، يعني فاضل لي راجل سنه، يعني انا فاضل لي سنه في عقدي، يعني انا في يناير الجاي ده كمان 3 شهور ابقى فري امضي في احد، ازاي اروح اعاره؟ يعني انا مش فاهم. وبعدين لازم الناس برضو تعرف، الناس اللي هي المشاهدين بقى لازم يعرف ان الاعاره دي بتبقى بموافقه الطرفين. ما ينفعش النادي يجي يقول مثلا فلان روح اعاره، انا لو انا قلت لا مش موافق خلاص انا قاعد. فانا بقى اتقال اينو راح اينو جه اينو اتباع اينو، بناء على انت بتكتب. يعني انا مش فاهم الصحفي ده بناء على ايه بيكتب. خليني اقول لك حاجه يعني كويسه جدا، ما اعرفش وصلت لك ولا لسه. اتكتب ان الكابتن حسام البدري هنا في المعسكر طلب منكم انكم تتسهروا براحتكم علشان تتابعوا نتائج الانتخابات، وان اكتر لاعب في المعسكر او اتنين لعيبه كانوا فرحانين جدا جدا بفوز الدكتور محمد مرسي هو محمد أبو محمود ابو السعود ومحمد ابو تريكه. فانت ايه رايك؟ لا ما يعني اولا ابو تريكه في المنتخب، ثانيا كابتن حسام مش مع السهر، يعني كابتن حسام دايما وبعدين ما فيش مدرب بيقول للعيب اسهر، اللعيبه كلها بتبقى ملتزمه مثلا من بعد العشاء مثلا بيبقى لو في اجتماع. احنا دلوقتي مثلا يعني اللي بيخلينا نقعد شويه نتفرج على عشان ماتشات اللي هي اوروبا، غير كده اللعيبه كلها يعني في الاوض. احترام كل زمايلنا الصحفيين، بس مواقع الانترنت بقت صعبه قوي قوي. لا صعبه صعبه. بقول لك يعني شوف الامور واصله ان اتقال ان كابتن ابو تريكه معانا، هو مش معانا، هو مش معانا يعني. مش معانا يعني، فالمساله صعبه. لكن انا عايز اقول يعني يعني المجمل اللي انا موجود اهو في فتره الاعداد، وانا ملتزم جدا، وانا فاضل لي سنه في عقدي، وانا اتمنى طبعا ان انا اقعد السنه. انا لسه ما اعرفش انا قاعد ولا مش قاعد، بس انا ان شاء الله قاعد السنه دي، وانا ببذل كل جهدي وكل ما في وسعي ان انا اكون موجود وارجع بشكل كويس ان شاء الله، عشان انا بحب النادي وانا عايز اقعد في النادي. يعني انا يمكن وده الكلام اللي انا قلته للكابتن سيد قبل كده، قلت له يا كابتن انا عايز اقعد في النادي، عشان زي ما احنا قلنا من شويه الكلام لقيته كتير قوي. فانا رحت مكلم كابتن سيد قبل ما نبتدي، قلت له يا كابتن الوضع ايه؟ انا كل يوم اسمع اينو مشي، اينو راح، اينو في ايه؟ انا مش صغير على الكلام ده. قال لي يا كابتن، قال لي يا اينو ما تسمعش كلام، كل دي اجتهادات وكل دي يعني حاجات متفبركه، اي حاجه هتاخدها مني انا. فالراجل صراحه يعني 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 لغايه ما فعلا يعني كلامه كان صادق معايا، وكلمني بس لما قال لي انت معانا في بدايه فتره الاعداد عادي. فلغايه دلوقتي وانا بكلمك وقاعد معاك اهو مفيش اي حاجه، انا راجل في النادي الاهلي وعقدي شغال ان شاء الله السنه دي، واتمنى ان انا اقعد وباذن الله اجدد، يعني مفيش مشكله. ولو في حاجه كابتن اينو، اعتقد يعني مشاهدينا الكرام ان لازم يتم تبليغ كابتن اينو، لان زي ما احنا قلنا الكابتن لسه اينو بيتكلم ان هي فاضل عام واحد فقط، فمن الطبيعي ان يتم تبليغه من دلوقتي، لانه لو هينتقل الاعاره ما اعتقدش انها تجوز او تبقى يعني مش مفهومه. اقول لك على حاجه بدون قطع كلامك، معلش انا عايز اقول يمكن انا قلتها كمان لكابتن سيد وقلتها، انا مبدا الاعاره عندي مرفوض. يعني انا الاعاره بس المره اللي فاتت دي اعاره الموسم، وما انت السنه الجايه هتمشي، ما انت هتمشي في الطبيعي. يعني خلينا نتكلم بوضوح، النادي الاهلي بالظبط، النادي الاهلي دلوقتي لو مش عايز انه يكون موجود، انا بقول لك بمنتهى الصراحه والشفافيه، يتم بيعه لاستفاده النادي. الاعاره ملهاش اي، لكن الاعاره ملهاش اي لازمه، ملهاش اي ميزه لا للاعب ولا للنادي. هو انا لما طلبت ان انا اروح اعاره السنه اللي فاتت الست شهور دول، عشان كان لسه لي في عقدي سنه، فانا عارف ان انا هطلع ست شهور هرجع فاضل لي سنه. لكن انا دلوقتي فاضل لي سنه، يعني انا دلوقتي فاضل لي السنه اللي احنا فيها دي، اللي احنا دلوقتي قاعدين دلوقتي فيها وبدايتها دي فتره الاعداد. طب انا دلوقتي لو طلعت السنه دي، طب انا السنه الجايه همشي فري. لا انت ممكن تروح اعاره للنادي وتبقى متفق معاه انك تكمل معاه والاهلي برضه بس، ما اعتقدش ان فيها اعاره. فاتمنى بس، انا كل اللي انا عايز اقوله ايه، اللي انا اتمنى بس من الناس المحترمين اللي بيكتبوا، يعني طبعا الاعلام على عيني وعلى راسي، وفي ناس طبعا اللي بيكتبوا الحاجات دي قله برضه، عشان ما نظلمش الناس كلها. الاعلام فيه طبعا الناس محترمه جدا وكلهم على راسي من فوق طبعا، لكن المشكله ان كله بياخد من بعضه، فاحنا بنقول لبعض الاعلاميين ان نهتم جدا بمصدر الخبر، والكابتن اينو بيوضح الناس بتصدق. يعني المشكله كمان اللي في ناس بتصدق، ما هو الناس دي يعني الناس دي مش قريبه من اللعيبه، الناس دي قدامها ايه؟ الجرنان، فهو بيقرا من الجرنان. فانا بس بقول للقله اللي بيكتبوا دول، يعني اتمنى ان انت عشان توصل المعلومه للناس اكتبها بس بصدق، يعني ما تكتبهاش مش اي خبر. صحيت الصبح كده يعني انا نايم حلمت بخبر انه الصبح راح اعاره المقاولين، اروح قايم كاتبه للناس. طب الراجل ده ذنبه ايه؟ ما الراجل ده دلوقتي فاكر لي فعلا انه مشي،
لكن اينو هو اينو موجود واينو في تركيا هو وملتزم وبيتمرن وما فيش اي حاجه خالص. بس طيب احنا خلاص عرفنا الخبر وقفلناه علشان ايه الموضوع مش هنكتر فيه كتير، الموضوع انتهى تماما. بس خلينا نتكلم على نقطتين مهمين جدا بالنسبه لنا. خلينا نتكلم في النقطه الاولانيه، انت متابع اليورو انت واللعيبه، عايزك تقول لي ايه المنتخب اللي بتشجعه وحاسس انه هيجيب البطوله؟ بص يمكن انا بحب منتخب اسبانيا يعني على المستوى الشخصي. انا بحبه عشان هو بيلعب كوره حلوه، ولا عشان حسام عاشور بيحبه؟ حسام عاشور ده بص انا سمعت اللي هو قطع معايا قطع خالص امبارح، خلي بالك وسمعت اللي هو قطع فيها امبارح. ايوه ومش هسيبه يعني، انا بقول له مش هسيبك، انا بقول لك يعني مش كفايه في الملعب، لا هنا كمان مش هسيبه. لا انا عايز اقول لك على حاجه عشان بس نبقى احنا واضحين، احنا تعاقدنا معاه ان هو هيبقى المراسل الخاص كولومبوس بتاعنا مع الفرقه، فطبعا هو معاك في الاوضه واحنا محتاجين انك تشارك معاه في نفس الموضوع، وربنا يستر على القناه. بص يمكن انا قبل كده عارة بقى ولا بيع، احنا عندنا نهائي. بص انا قبل كده يعني كابتن احمد شوبير قالها لي وكابتن مدحت شلبي قالها لي، قال لي انت هتبقى اعلامي جامد. استر يا رب. فعاشور يعني ممكن انا عاشور اشغله معايا ايه يعني بلاش. مشاهدينا ده كان لقاءنا طبعا مع واحد من النجوم الملتزمين جدا سواء على المستوى الاخلاقي او على المستوى الفني، وبنعتبره من الناس المميزه جدا والمتزنه سواء في تصريحاته او في علاقته بالنادي الاهلي، واتكلم بكل صراحه عن حقيقه ان هو موجود ولا اعاره ولا بيع ولا كلام كتير اللي كان بيتقال. لكن انتظروا اينو مع حسام عاشور اكيد هيعملوا حاجات جامده جدا على شاشه الاهلي، انتظرونا وما زلنا بنتابع معاكم رسالتنا في معاصر